طيب الأستاذ حسن رشيق أستاذ التعليم العالي في جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، أنثروبولوجي، اشتغلت كثير حول الجامعات القروية، كانت مستقرة أو رحال طقوس والثقافة البدوية والأمازيغية بصفة عامة، ثم انتقلت إلى دراسة الإيديولوجيات، كانت وطنية أو إسلامية أو لسنية إثنية بحال الأمازيغية. اليوم نحن بصدد تقديم كتاب مديح لهويات المارنة بمناسبة صدور ديالو اللي هو وشيك، ترجمة العربية قام بالترجمة الأستاذ حسن الطلب، هو نفس المترجم للقريب والبعيد. هذا بإيجاز غادي نعطي حول واحد النظرة جد موجزة حول 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 الكتاب ولتقريب القارئ أو القارئة من محتوى الكتاب ومن إشكالية الكتاب. السؤال الأول، ما الفائدة من دراسة الهويات الاجتماعية؟ ما غاديش نتكلم على المعرفة العلمية لأن هذه يعني شأن خاص بكل البحوث في العلوم الاجتماعية وغير الاجتماعية. الوظيفة الأولى لكل بحث هو وظيفة معرفية، ولكن حينما يتعلق الأمر بظواهر يعيشها الباحث نفسه في مجتمعه فهناك وظيفة أخرى غير الوظيفة المعرفية. واهتميت بالهويات القاتلة ليس فقط كباحث ولكن أيضا كمواطن يحاول أن يفهم ما يجري في محيطه الثقافي والسياسي. اهتميت بالهويات القاتلة كمواطن، بالهويات الاجتماعية كمواطن، لأن في غالب الأحيان بعض الهويات تصبح هويات قاتلة، تصبح هويات متشددة متطرفة إلى آخره. والسؤال اللي طرحته على نفسي قبل من هذا الكتاب وخصوصا في هذا الكتاب هو ما هي أشكال الهويات القاتلة؟ أشكال الهويات القاتلة، حينما أضع السؤال معناه أن المحتوى هو محتوى، المحتوى في حد ذاته هو ثانوي، في هذه الدراسة هو ثانوي، بمعنى أن ما يهم ليس أن أحدد محتوى الإيديولوجيا الأمازيغية أو العروبية أو الإسلامية، لأن ممكن أن أكون بحكم تنشئتي الاجتماعية قريبا من الثقافة الأمازيغية أو من الثقافة العربية أو من الثقافة الإسلامية، هذا لا يهم. المهم هو ما هو شكل هذه الهوية، هل هذه الهوية هي هوية أحادية حصرية أم هوية متعددة، هل هذه الهوية هوية شمولية أم انتقائية، هل هذه أو هذه الهوية هي هوية مكتسبة موروثة أو مكتسبة. هذو هما الأشكال اللي غادي نتحدث عليهم، ولكن قبل من هذا أريد أن أركز على الخطوة الأولى في المرور إلى الهويات القاتلة أو الهويات المتطرفة. الخطوة الأولى هي أدلجة الهويات الاجتماعية. هنا كنفتح قوس يعني بعجالة لأن هذا ليس موضوع هذا الكتاب، طرقت لي في كتب أخرى. الهويات ما أسمي بالهويات الثقافية الضمنية، كانت دينية أو كانت سياسية إلى آخره، معناه أن قبل من أدلجة الهويات، نقول قبل من القرن التاسع عشر بالنسبة للمحيط ديالنا العربي الإسلامي إلى آخره، قبل من القرن التاسع عشر كانت هناك هويات، كان هناك تمييز ما بين عجم وعرب، ما بين بربر وعرب، ما بين القبائل، ما بين الإثنيات، هذا كردي هذا عربي إلى آخره، هناك كانت هناك ما بين شلح وعروبي إلى آخره، كانت هويات. وهذه الهويات الضمنية في غالب الأحيان نجدها على مستوى الأسماء الشخصية أو الألقاب،
الحنصالي، العطاوي، الدرعي، الدكالي الى اخره، بالنسبه للزوايا التيجاني، القادري الى اخره. ولكن كانت ضمنيه، معناه انها لم تكن موضوعا لخطاب ايديولوجي منظم. كانت هويات تعاش ولا يفكر فيها، ولم يكن هناك مثقفون او ايديولوجيون يدافعون عليها. كانت طبيعة الحال يدافعوا عليها، يدافع عن العرب، يدافع عن العجم، يدافع عن البربر او الامازيغ، ولكن بصفة جد ضمنية وعلى مستوى ما اسميه بالمعرفة المشتركة، اللي هي ماشي المعرفة الايديولوجية. ادلجت هذه الهويات بالنسبة للمحيط ديالنا كما قلت قبل الثقافي، ابتداء من القرن التاسع عشر بالنسبة للإسلام، ابتداء من السنوات الثلاثين بالنسبة للإيديولوجيا القومية، وابتداء من سنوات السبعين أو الستين من القرن الماضي بالنسبة للإيديولوجيا الأمازيغية. إذن هناك فرق، وأريد فقط أن أركز على هذا قبل الشروع في دراسة أشكال الهويات، هناك فرق ما بين الهوية الضمنية، الهوية المعاشة، والهوية المؤدلجة. كيفما كان محتوى هذا، وأؤكد أيضا أن هذه خطوة للذهاب أو للمرور إلى الهويات القاتلة أو الهويات المتشددة أو المتطرفة. بالنسبة لأشكال الهويات، هناك ثلاث مستويات للمقارنة ما بين الهويات التي أقترحها. المستوى الأول هو التقابل ما بين الهويات الأحادية الحصرية والهويات التعددية. بالنسبة للهويات الأحادية والحصرية، المقياس أو الشكل الذي تتخذه هو التالي: يجب أن تكون كذا كيفما كانت هذه الهوية، ولا شيء غير كذا. مسلم يجب أن تكون مسلما ولا شيء غير مسلم، يجب أن تكون أمازيغيا ولا شيء غير أمازيغي، يجب أن تكون شيوعيا ولا شيء غير. هذه الحصرية والأحادية، هناك فقط هوية واحدة، وهذه الهوية الواحدة هي هوية حصرية، معناها لا يمكن أن تتساكن أو تتعايش مع هويات أخرى. الذين نظروا، هناك منظرين كثير أشير فقط بعجالة، جمال الدين الأفغاني، ولو أنه لم يكن منظما بالنسبة، لم يكن له خطاب يعني منظم كما هو الشأن بالنسبة لسيد قطب، اللي بالنسبة لي شعار المسلم يجب أن يكون جنسية المسلم هي عقيدة المسلم، هي جنسية المسلم هي عقيدته. فهذه أحادية وحصرية، وفي المقابل ديالها هناك ما يسمى أو ما أسميه بالهوية التعددية، معناه أن على الأقل هناك هويتين، على الأقل هناك هويتين: رشيد رضا ومحمد عبده. وكنعطي هذه الأمثلة غير باش نبين أيضا أن ماشي بالضروري أن الإيديولوجيات كل الإسلامية أنها أحادية وحصرية. الإيديولوجيات الإسلامية ممكن أن تكون متعددة منفتحة على هويات أخرى، والمثال ديال رشيد رضا ومحمد عبده خصوصا بالنسبة لمفهوم الوطن، أن ليس هناك تعارض ما بين مفهوم الوطن ومفهوم الأمة الإسلامية، وأن ممكن ويجب على المصري أن يدافع عن وطنه كما يدافع عن القبطي. ليس هناك فرق من ناحية الوطن ما بين الأقباط وما بين المسلمين. وهذه جد جد مهمة، لأن كتخلي على الأقل للمواطن أو للمسلم على الأقل أن له هويتين، ويمكن أن يتساكن مع قبطي على صعيد الهوية الوطنية أو القومية بالرغم من اختلافهم من الناحية الدينية. رشيد رضا أيضا من الناس اللي نظروا لهذه الازدواجية الهوياتية. كيبقى بالنسبة للعروبيين أيضا، ساطع الحصري وآخرين، معناه يمكن أن تكون عربيا ومغربيا، يمكن أن تكون عربيا وتونسيا. ما كانش هناك
بالنسبه للتصور العروبي عند سطيع حصري تصور احادي، عكس ميشيل عفلق واخرين مثقفين من حزب البعث الذين كانوا ينادون فقط بالهويه العروبيه الحصريه، وان الكرديين او الامازيغ هادو حينما يصبح العرب اشتراكيون كل هذه الهويات ستضمحل وستنتظر من تلقاء نفسها. اذا هناك هويه تعدديه، هذه هويه تعدديه تحتمل على الاقل هويتان وممكن ان تكون اكثر. احنا كنشوفوا هنا في البلد في المغرب ان ممكن ان تصل الى ست او سبع او سبع او سبع هويات، من الهويه اليهوديه، من الهويه الافريقيه، الهويه الاندلسيه، الهويه الصحراويه الى اخره. اللي مهم هنا هو ان بالنسبه للهويه التعدديه تعطي مجال اوسع للفرد كي ينتقل من هويه الى هويه اخرى او يمزج بين هويات متعدده. وهذا هو الخيط الناظم للكتاب. الخيط الناظم للكتاب هو الى اي حد تتيح هويه او شكل هويه ما استقلاليه للفرد في اختيار هويته. احنا كنشوفوا الهويه الاحاديه والحصريه لا تترك اي مجال لان ترغمك وتفرض عليك هويه واحده. بالنسبه للهويات المتعدده ممكن ان تكون مصريا وقبطيا، مصريا ومسلما، يهوديا ومغربيا، تونسيا ويهوديا الى اخره. هذا كيخليك واحد المجال واسع لاختيار الهويه بالنسبه للافراد. ولكن المشكل هو حينما تكون الهويات متعدده هناك مشكل عويص، هو الصراع ما بين الهويات في الوقت الذي يكون القبطي او المسلم تجاه شأن ما ويجب عليه ان يختار هويه من الهويات، ان يكون اما قبطيا او اما مسلما. والمثال باش ما نبقاوش غير في التاريخ، المثال اللي تطرح لفرنسا في ملي كانت كتحارب افغانستان، ان كان واحد العدد قليل بطبيعه الحال، ولكن كان عدد من المسلمين الفرنسيين الذين رفضوا محاربه الافغانيين بدعوى انهم ايضا مسلمون. هذا هو صراع الهويات، معناه انك كتكون في واحد الحاله اللي كترغم عليك انك تختار هويه من الهويات، وان تكون لك تراتبيه في الهويات. رشيد رضا ومحمد عبده بالرغم انهم كانوا تعدديين، ولكن كان يقول يجب ان تكون مسلما قبل ان تكون مصريا. بالنسبه لسطيع الحصري يجب ان تكون عربيا قبل ان تكون مغربيا، العروبه اولا. فاما هناك صراع، كان ممكن ما يكونش صراع بالنسبه لذاك الفرنسي لو كانت التراتبيه عنده فرنسي اولا ومسلم ثانيا، ولكن بالنسبه له مسلم اولا عاد باش فرنسي ثانيا. واذا كنت مسلما اولا وفرنسي ثانيا معناه انني لن احارب المسلمين في بلدان اخرى. هذا التعدديه يعني تفرض في حالات عديده تراتبيه الهويات. يجب عليك ان تقول هل انت مسلم اولا ام مغربي، او مغربي اولا عاد مسلم الى اخره. هذا بالنسبه للهويات، الهويات التعدديه. المستوى الثاني من المقارنه يقابل بين الهويات الشموليه والهويات الانتقائيه. قبل من هذا يجب تذكير بان ما كل الهويات هويات آمرة. نعرف ان الهويات هو تصنيف، او هي تصنيف للاشخاص وللجماعات انطلاقا من المقاييس القوميه، اللسان، الدين الى اخره. فهي لا تقول للاشخاص من انتم، هل انتم مسلمون، هل انتم شيوعيون، هل انتم امازيغيون، بل ايضا تفرض عليهم ما يجب ان يفعلوا. فهي كل الهويات آمرة. الفرق هو أن هناك هويات آمرة شمولية وهويات آمرة انتقائية. الهويات الشمولية هي قريبة من الهويات الأحادية والحصرية، معناه أن هذه الإيديولوجيات
الشمولية كيفما كان ممكن أن تكون دينية، ممكن أن تكون شيوعية، نازية، فاشية، المحتوى أعيد ماشي هو المهم. معنى أن هذه الإيديولوجيات تنظم كل مناحي الحياة الفرد الاجتماعية من الأسرة حتى السياسة، مرورا بالاقتصاد، مرورا بالموسيقى، مرورا بالأذواق إلى آخره. فتقول للفرد ما يجب أن يفعل، وتحاول قدر الإمكان أن تنظم حياته انطلاقا من منظومة أو مجموعة من الأوامر والنواهي. فقط يجب أن تفعل كذا ولا يجب أن تفعل كذا. اللي مشوا بعيد في هذا في المحيط نقول الإسلامي ديالنا إلى إن صح القول هما طالبان وداعش. هي ليست فقط يعني ماشي مسألة غريبة وربما تبدو غريبة. الطالبان منعوا الطيور المغردة لأنها يمكن أن تغرد وقت الأذان، كما منعوا، أنتم تعرفون ذلك، منعوا كل ما هو مصور، ما هو تمثال، التدخين، الفيديو، السينما إلى آخره إلى آخره. فالإيديولوجيات الشمولية كتمشي من ما هو خصوصا ما هو لباس، ما هو جسد، إلى كل، وأكررها، كل مناحي الحياة. هذه علاش كنسميوها شمولية. الهويات الانتقائية معناه أن أيضا تأمرك أن تكون كذا أو كذا، ولكن في حدود معينة، في مناسبات معينة، وبالنسبة لمناحي معينة أيضا من الحياة الاجتماعية، ليس لكل المناحي. ممكن أن تكون مغربيا في الوقت ديال الأعراس، ممكن أن تكون مسلما وترتدي الإسلام، الزي الإسلامي أو الزي المغربي يوم الجمعة إلى آخره. فممكن للمرأة أن ترتدي القفطان وتعبر عن مغربيتها في واحد القارنة كذا. فالهوية الانتقائية هي هوية قرائنية، لا تطلب هذه الإيديولوجيا. ممكن أن تكون وطنية، ممكن أن تكون قومية، ممكن أيضا أن تكون يعني مرجعيتها الإسلام. لا تطلب من الأشخاص أن يرتدوا الزي الإسلامي، ممكن أن ترتدي زيا عصريا وأن تكون مسلما، ممكن أن تنصت للموسيقى كذا وكذا وأن تبقى مسلما إلى آخره. فهذه الهويات الانتقائية هي تتيح، كما يبدو، تتيح مجال أوسع لما أسميه بالراحة الهوياتية. معنى أنك لا تحمل هويتك 24 ساعة في 24 ساعة كما هو الشأن بالنسبة للهويات الشمولية أو بالنسبة للهويات الحصرية والأحادية. بالنسبة للمستوى الثالث، شفنا المستوى الأول فيه مقابلة ما بين الهوية الأحادية الحصرية والهوية التعددية. المستوى الثاني ذكرت بعجالة المقابلة ما بين الهويات الشمولية والهوية الانتقائية. الآن المستوى الثالث أيضا بعجالة المقابلة ما بين الهوية الموروثة والهوية المكتسبة. بالنسبة للهوية الموروثة كلنا كنعيشوا هذه الهوية الموروثة بصفة أو بشكل أو بآخر. نارث الاسم، الاسم بمعنى اللقب مش الاسم الشخصي. نارث أيضا ديانة الآباء، نارث لغة أو لهجة الآباء إلى آخره. فالشخص بحكم التنشئة الاجتماعية فهو يرث عدد كبير من العناصر الهوياتية من طرف آبائه ومن طرف حتى أجداده في بعض الأحيان. هذا ما كيشكلش يعني مشكل بالنسبة للهوية أو بالنسبة لأشكال الهوية. المشكل حينما يؤدلج للموروث، حينما تصبح الهوية هوية مؤدلج لها كأنها إرث، وإرث لا يمكن التخلي عنه. بما أنك تتكلم اللغة العربية
فيجب أن تكون عربيا، بما أنك تقطن في شمال أفريقيا بالنسبة لبعض المثقفين الأمازيغ، يجب أن تكون أمازيغيا ولو أنك لا تنطق أو لا تعرف أي كلمة، فقط لأن هناك التراب هو الذي يحدد الهوية، فيجب أن ترث هذه الهوية. فالهوية الموروثة ولو أنها في بعض الأحيان تكون مكتسبة، معناه أن المسلم يصبح إسلاميا والشلح يصبح مثقفا أمازيغيا إلى آخره، والعربي العادي يصبح عروبيا، وهذه إيديولوجيا أو عفوا هذه هوية مكتسبة، لأن تمر من هوية الجابري كان أمازيغيا ولكن لم يعر أي اهتمام بالنسبة للأمازيغية وظل عروبيا. هذا مثال، هل هو على صح أم على أو على خطأ هذا مشكل آخر، المهم أنه اختار ولم يرد أن يرث هوية أجداده اللي هي الأمازيغية، بل فضل هوية مكتسبة. وممكن أن نعطي أيضا العكس، هناك بعض المثقفين الذين لا يعرفون أو لا ينطقون اللهجات أو اللغة الأمازيغية ومع ذلك يدافعون يعني اللغة الأمازيغية. فأؤكد أن المشكل ليس هل الهوية موروثة أم غير موروثة، ولكن حينما تأخذ شكلا إيديولوجيا بصفة أنها موروثة وأن الشخص ليس له أي خيار غير أن يتقمص تلك الهوية. الهوية المكتسبة هي الهويات التي يعني كما يدل على ذلك الاسم يكتسبها الفرد انطلاقا من بيوغرافي من سيرته الذاتية. ممكن أن ترث اسم أبيك ولكن لا ترث الموقع أو المكان الاجتماعي لأبيك. ممكن أن يكون أبوك فقيه وأنت تصبح أستاذ، أو يكون شريف وتتخلى عن الشرفوية إلى آخر الآخر. اللي مهم في المكتسبة هي أن تعطي حرية أكبر للشخص. أعطيت المثال ديال الجابري، ممكن أنا أعطي أمثلة أخرى اللي كتبين أن الاسم أيضا خصوصا بالنسبة للجماعات التقليدية، الاسم لم يكن اسما موروثا، الاسم أصبح موروثا بصفة يعني آمرة انطلاقا من النظام البيروقراطي ديال الحالة المدنية، ديال يجب تثبيت الاسم حتى نثبت هويتك إلى آخره. أما إذا خدينا المثال اللي كنعطي دائما المثال ديال المختار السوسي الذي اختار هوية سوسية، والأخ ديالو اللي اختار الإلغي إبراهيم الإلغي اختار القرية واختار اسم القرية، كل واحد فيهم اختار هويته. الآن يصعب انطلاقا من الأسماء أن تختار هويتك، ولكن كيبقى أن بالنسبة للأشكال ديال الهويات إذا كانت الهوية مكتسبة معناه أن الشخص في حياته ممكن أن يكتسب هويات أخرى تكون سياسية أو تكون لسانية أو تكون إثنية. ليس من المفروض على أن شخصا كانت له تنشئة عروبية أن لا يصبح مثقفا أمازيغيا أو أن لا يصبح مثقفا إسلاميا إلى آخر إلى آخر. إذن المكتسبة أو الهوية المكتسبة تتيح أيضا مجال لحرية الفرد في أن يختار هويات غير هويات بلده أو هويات أجداده. إخوة نفس العائلة ممكن للبيوغرافيات أن يصبح أخ كندي أو فرنسي أو إنجليزي والآخر يبقى مغربي. صادفنا كثير خصوصا في كرة القدم أن إخوة أخ ألماني ذو أصول غينية يكون في فريق ألماني ومع ذلك يلعب مباراة مع أخيه الذي ظل في أصول غينية. فهذا حينما أقول مكتسبة خصوصا في المجتمعات ممكن نسميها عصرية ما عدا بالنسبة للإسم. إذن الآن إلى حاولت نلخص أو ندير تركيب وجيز لهذه الهويات وأن أصنفها كما في الكتاب من هويات إلى هويات مرنة وهويات صلبة. مرنة أو هشة، المترجم حسن طالب اختار المرنة
لا داعي للإطالة فيها، ولكن أنا أفضل الاثنين المرنة والهشة. الهويات المرنة هي الهويات المتعددة التعددية، هي الهويات الانتقائية، وهي الهويات المكتسبة. والهويات الصلبة هي عكس ذلك، أي الهويات الأحادية والحصرية، والهويات الشمولية، والهويات الموروثة. أنا كتبت إيلوج دي زيدونتيتي مول، والترجمة مديح الهويات المرنة أو لاش. لماذا كلمة مديح؟ كلمة مديح هنا أنا أتقمص يعني قبعة المواطن، قبعة المناضل إن شئتم، ولكن دائما تحت قبعة المناضل هناك واحد قبعة مستورة، هي قبعة الباحث، هي التي تنير لي الطريق، هي التي يعني أحاول من خلالها أن يكون موقفي من الهويات ليس موقفا هكذا اعتباطيا، ولكن موقف مبني على 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 دراسات. لماذا مديح؟ لأنني إذا خيرت سأختار الهويات المرنة، لأنها تتيح مجال للحرية الفردية، تتيح مجال لكي لا نتشابه، لكي لا نقلد، لنكون مجتمعات فقط مقلدة. دزتي مغربي غتبقى مغربي، دزتي مسلم غتبقى مسلم، دزتي ما دزتيش أمازيغي غتبقى ما دزتيش أمازيغي إلى آخره. الهويات المرنة تعطي مجال للحرية الفردية، وتعطي لكل فرد أن يمزج ما بين هويتين، ثلاث هويات، أربع هويات، وفوق هذا أن لا يحمل كل هذه الهويات بصفة مطلقة. ممكن في قارنة أن يحس بأنه عربي، ممكن في قارنة أخرى أن يحس بأنه أمازيغي، ممكن في قارنة أخرى يحس أنه ماركسي أو ليفي ستروسي إلى آخره. هذا اللائحة ديال الهويات كلما كانت مفتوحة، كلما كانت كثيرة، كلما كانت حرية الفرد أيضا كبيرة. فما أخشى أو اللي كيخوفني في الهويات الصلبة هي أنها تجعل من الأفراد أفراد متشابهين. ولماذا أفراد متشابهين؟ لأن يسهل تعبئة أشخاص مسيجين بهوية واحدة. الإيديولوجيون الشموليون أو الدول الشمولية أو المنظمات أو التنظيمات الشمولية لا يمكن أن تعبئ أشخاص تتردد في هويتها أو تنتقل من هوية إلى هوية. ما يسهل تعبئته هم أشخاص لهم هوية واحدة 24 ساعة في 24 ساعة، لهم لون واحد، لهم أذواق واحدة، يلبسون نفس الشيء، يعني يقدمون هندامهم أو جسدهم بنفس الشيء إلى آخره. إذن الخشية، كل الخشية هي أن نصبح يعني كما يقول المثل الألماني أو المثل ديال هيجل، الليلة التي نصبح فيها كلنا رماديون، الليلة التي نصبح فيها كلنا رماديون.